إذا معنا عبر الهاتف وكيل محافظة ضالع نبيل العفيفي، مرحبا بك. شكرا قناة يمن اليوم، أهلا بك متابعة الأحداث. شكرا، أطلعنا على جديد ما يجري في الضالع. طبعا تدور الآن معارك ضارية في منطقة العود وباتجاه منطقة جمت، معارك ما بين القوات الحزام الأمني وكذلك اللواء 30 مدرع و 33 مدرع والمقاومة في محافظة الضالع. نعم. وهذه المقاومة أو هذه الأحداث أدت إلى قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإنقلابية التي حاولت التسلل للعديد من المناطق في منطقة العود، من ضمنها منطقة جبل الشامي وجبل القفل والعديد من القرى، وقامت بالاحتماء بالمنازل المواطنين من أجل أن لا يستطيع القوات الجيش الوطني وقوات الحزام الأمني والمقاومة. نعم. مقاومة الضناء الضالع من ضرب هذه المنازل، وبالتالي ولكن القوات أو المقاومة وهذه القوات الحكومية استطاعت من دحر هذه الميليشيات في منطقة المريس والمحادي لمنطقة. نعم. العود والكثير من القرى، ومن خلال ودحرها إلى مناطق أخرى كانت قد تسللت منها إلى مناطق. إذن أستاذ نبيل، أستاذ نبيل، نقيل حدا يعتبر من أهم المناطق الاستراتيجية التي تمد المسلحين الحوثيين الجماعات الحوثية بالأسلحة، إذن كيف يمكن التعامل مع هذه المنطقة لقطع الإمدادات طبعا عن الحوثيين؟ منطقة حرة طبعا تم احتواء الموقف هذا من خلال أنه المقاومة و الجيش الوطني 30 لواء 30 مدرع و30 مدرع في لواء محور الضالع، قامت بفتح جبهات في اكثر منطقه لمنع التسلل والسيطره على هذا النقيل المهم، وبالتالي لا هي الان في مقاومه شرسه في هذه المناطق، ولكن احنا بحاجه ماسه لدعم محور الضالع الذي يقوده اللواء الركن علي مقبل صالح. نعم. هذا الدعم الذي من خلاله سوف يعزز موقف الجيش الوطني والمقاومه في هذه المناطق ودحر هذه الميليشيات، لأنه قد لها فترات طويلة تحاول الدخول إلى هذه المناطق منذ فترة زمنية طويلة ولكن لم تستطع، ولكن انتهت الفرصة خلال اليومين الماضي أو الأسبوع الماضي في التسلل بعض الأشخاص لبعض القرى، ولكن تم دحرهم، ونتمنى من القيادة المركزية رئاسة الجمهورية ودارة الدفاع وكذلك التحالف دعم محور الضالع من أجل يستطيع أن يدحر هذه الميليشيات والحفاظ على الإنجازات التي تحققت، كما ان الضالع تعتبر منطقه استراتيجيه للعبور الى محافظه علن، وبالتالي على التحالف ورئاسه الجمهوريه ووزاره الدفاع. نعم. استاذ نبيل، بشكل يتمكن من الوصول الى اهدافه. نعم، حدثنا عن الالتفاف الشعبي طبعا حول المقاومه والقوات الحكوميه. طبعا خلال الايام الماضيه وخصوصا يومنا هذا تم تحرك شعبي كبير من جميع المناطق، من مديريه قعطبه ومديريه الضالع وجميع المديريات المحافظه لدعم الجيش الشعبي وكذلك دعم الحزام الأمني من أجل الحفاظ على حدود المحافظة وكذلك دحر هذه الميليشيات التي عاثت في الأرض فسادا. الالتفاف الشعبي الأول من نوعه من كل الأطياف السياسية ومن كل الفئات المجتمعية. نعم. أثبتت الضالع أنها تلتحم دائما عند وجود الصعوبات ووجود المعارك التي تهدد حياة المواطن في محافظة الضالع. إذن أشكرك الأستاذ نبيل العفيفي وكيل محافظة الضالع، شكرا جزيلا لك.